أعلن اليوتيوبر البريطاني الشهير جاي بلفري اعتناقه للديانة الإسلامية ونشر مقطعا عبر قناته الرسمية ليوثق نطقه الشهادتين من مسجد في تركيا. ويعمل جاي بلفري في مجال تصوير الأزياء منذ عام 2014، وفي الفترة الأخيرة زع صيته بعد تأسيس قناة رسمية له على اليوتيوب يتابعه فيها 263 ألف متابع، كان من خلالها يستعرض موهبته في التصوير في مختلف أنحاء العالم. فهو يحب السفر واكتشاف الثقافات والمجتمعات المختلفة. وظهر بلفري في الفيديو وهو جالس في مسجد السليمانية بتركيا مع شخص يلقنه الشهادتين، وحظي الفيديو بعدد هائل من المشاهدات، وتصدر اسم جاي بلفري مواقع التواصل الاجتماعي. فلنتابع. First of all, like as we do in everything, start with Bismillah. So, Bismillah. Bismillah. Then the name of God. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Most merciful. Most merciful. Most compassionate. Most compassionate. Amantu. Amantu. I believe. I believe. Billahi. In God. وملائكته in the and وكتبه in the books ورسله in the messengers واليوم الآخر in the hereafter وبالقدر وخيره وشره من الله تعالى and in the destiny of Allah and in the hereafter. أشهد. أشهد. I testify. I testify. ينضم إلينا عبر سكايب من أنقرة اليوتيوبر البريطاني جاي بلفري. جاي، مرحبا بك. جاي، ما الذي دفعك إلى خوض هذه الرحلة؟ وما هي النقطة التي جعلتك تتحول إلى الإسلام؟ الدافع كان مرتبطا بلقاء أحبة ولقاء أشخاص مميزين، عراقيون ومصريون وأتراك وغيرهم من الأشخاص اللطفاء تماما. نعم، إذن الدافع لخوض هذه الرحلة كان لقاء أشخاص تحبهم ومميزين، ولكن ما هي النقطة التي جعلتك تقف وتقرر التحول إلى الديانة الإسلامية؟ ما الذي اجتذبك إلى هذا التحول؟ نعم، وجدت ذلك من خلال أسلوب الحياة التي يزاولها المسلمين، وأردت أن أختبر ذلك شخصيا. الإسلام طبعا دين يدعو إلى السلام والطمأنينة، ولذلك كنت أنشد السلام والطمأنينة، وبدأت بالبحث، ومن خلال البحث وجدت ضالتي، وطبعا نطقت بالشهادتين في المسجد السليماني في تركيا. هل هناك سبب لاختيار هذا المسجد تحديدا؟ نعم، ذهبت إلى تركيا 15 مرة، ودائما زرت هذا المسجد، وشعرت بالطمأنينة دائما وأبدا في ذلك المكان، وأعدت طبعا اكتشاف الإسلام مرارا وتكرارا في ذلك المسجد، حيث شعرت بالطمأنينة تتغلغل إلى مسامات جسدي. نعم، يبدو أنك سافرت كثيرا، في أي بقعة من البقاع وجدت ذلك الدافع الشديد إلى الذهاب إلى الإسلام؟ نعم، القاهرة لعبت دورا هائلا فيما يخص البحوث، ولدي أصدقاء مميزين في مصر،
القاهرة لعبت دورا مهما في حياتي، أيضا العراق لعب دورا أساسيا، والكثير من الأشخاص من شمال أفريقيا ومن الشرق الأوسط برمته، وأريد أن أشكرهم جميعا لأنهم لعبوا دورا أساسيا في تعزيز الطمأنينة في أسفاري. وقد التقيت بالفعل بأشخاص ألطف من أي أشخاص آخرين في هذا المعمور. طيب بالفري، كنت تعمل في مجال تصوير الأزياء وهو مجال معروف بأنه مجال صاخب، إلى أي مدى يعني هذا التحول إلى الدين الإسلامي ربما يؤثر على ذلك المجال الذي كنت تعمل فيه؟ درست بكالوريوس في التصوير، وأنا أدرس الصحافة الدولية في الماجستير، وأنا طبعا أريد أسلط الضوء على شعب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأريد أن أسلط الضوء على الإسلام، لاسيما الإسلام يتعرض لتشويه السمعة من نصف الكرة الغربية، وهذا طبعا لم يغير وظيفتي، ولكن هذا عزز من مشاريعي ومن مستقبلي، أعني الإسلام، لأنني أريد أن أسلط الضوء على هذه المنطقة، مصر والعراق وتركيا وغيرها من البلدان، لكي ندرأ هذه الحملات التي تسعى لتشويه سمعة المسلمين. طيب جاي، يعني تتحدث عن تشويه الإسلام وتشويه سمعة المسلمين، هل يمكن أن تخبرني ببعض الأمثلة التي تريد تغييرها؟ نعم، شخصيا يجب علينا أن نسلط الضوء على الجوانب المشرقة للإسلام، وأشجع طبعا الغربيين أن يزوروا هذه المناطق ويسلطوا الضوء عليها، لأن هذه البلدان بلدان مذهلة، وأنا أشجع جميع الغربيين أن يقوموا ببحوثهم وأن يزوروا هذه البلاد، وأن لا يصغوا إلى الإعلام الغربي، لأن الإعلام الغربي يتحدث عن الكثير من الأكاذيب، ولكن أنا من خلال الفيديو ومن خلال هذه الأعمال الشخصية سوف أقوم بكل ما بوسعي لكي أحاول أن أسلط ضوءا إيجابيا على الإسلام والمسلمين في هذه المنطقة. نعم بالفري، هل حفظت شيئا من آيات القرآن الكريم بالإضافة إلى حفظك للشهادتين؟ هل يمكن أن تخبرنا ما الذي حفظته؟ كلا، ليس عن ظهر قلب، كلا للأسف. نعم، طيب، هل يمكنك أن تعيد تكرار الشهادتين مرة أخرى؟ سمعناك وشاهدناك قبل قليل تعيدها، أم أنك ما زلت بحاجة إلى تلقين للشهادتين كما شاهدنا في الفيديو؟ كلا، لا أستطيع للأسف، لا أستطيع للأسف أن أعيدها عن ظهر قلب، ولكنني أتعلم، أتعلم. طيب دعني أسألك سؤالا ربما يسهب الكثير في الحديث عنه، الكثير يتحدث عن التحول الشعوري الذي يشعر به بعد دخول الإسلام، وكيف يشعر تجاه العالم من السلام والمحبة، وكيف يشعر تجاه الدين، نفسيا كيف تشعر بعد هذا التحول الكبير في حياتك؟ نعم، عندما كنت طفلا شعرت بإصابات وجدانية كبيرة، وكانت طفولتي صعبة، وأردت أن أتصالح مع هذه الذكريات المؤلمة، وطبعا الإسلام شجعني على تعزيز الطمأنينة، وطبعا من خلال اللطف والمعروف ومن خلال الإحسان وإلى ما هنالك. طبعا اللطف أمر جدير بالاهتمام، وهو اللطف والمحبة يغيران العالم بلا شك.
نعم، جاي بالفري اليوتيوبر البريطاني الشهير، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك بالتأكيد التوفيق. مشاهدينا في نهاية المسائية نشكركم على طيب المتابعة، لكم تحياتي، أنا حياتي اليماني، وإلى اللقاء.